القاسم محمد ناشم الغرساني المهنة رفيق الحاج قاسم. مقاومة مقاومة لا تقف يا مساومة. قانون المساهل حاش يحب يقول السراق القدم والسراق الجدد يتوحدوا في إطار سطو مسلح على ما تبقى من ثروات وموارد واموال هذا الشعب. شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر. شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر. فينا نطالبوا اسقاط القانون هذا اللي عملوه فهمت مجرد عملاء تذكروا المسار الثوري والاكثر من 300 شاعر كتبوا رسالتهم بالدم. اليوم جيت باش نقول راني مواطن تونسي بالاساس. ينعم تونسي ومن حقي باش نعبر. تحذروا متراكم وقاسكم انحذروا دستورنا. صرخت صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن. تعملوا زي سيبونا نعبروا على راينا. قانون المصالحة هذا لن يمر إلا على جسدنا. مناش تسامحي مناش تسامحي. صرخت صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن. تم حق دستوري يقع منع التظاهر. حق دستوري بالتظاهر ثم يجي يقع منع التظاهر بتعالة حالة التظاهر. اليوم ابناء جهه جندوبك اجتمعوا لهنا قدام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل باش يحدوا مصيرهم في معاداه ما يسمى بقانون المصالحه اللي هو قانون يجمع بين لصوص العهد السابق ولصوص الفتره اللي احنا فيها تو. والاحتجاجات هذيا والوقفات هذيا باش تتواصل حتى يكش يتم اسقاط القانون هذايا. يا عالم يا حسيب يا تاريخ اليوم 8 سبتمبر 2015 سوف تباب نقطة تاريخية إلى التاريخ. ما يسمى بقوات الأمن تعتدي على خير الرفاق وهو سيد لحبيب التساوي. ما قام به شباب اليوم هو حركة سلمية حضرية وقفوا ضد قانون المصالحة اللي يعني يزيد البلاد إلا استبداد ويعني ابتزاز لثرواتها. للأسف أن بتعليمات من السلطة المركزية والسلطة الجهوية أن لقينا الصد الكبير وريتوا يعني ما تعرض له الرفاق في يعني الانطلاقة. اليوم للأسف أنهم واجهونا وهذا يأسفني لأن وقع دحرنا وقع يعني دزلنا بالقوة ورموانا في مراجل المياه. احنا نحذر من هذه الممارسات. احنا رانا مازلنا على العهد في الممارسة الحضرية وفي الممارسات السلمية لتحقيق الديمقراطية داخل هذا المجتمع هذايا باش نعبروا على آرائنا ولا نتخلى عن ذلك. أنت كان إعلام صوروا اللي صوروا فينا بنصيفة تتصور أنت. نورمالمون الأمن علاش؟ ماك واقف ما تصورش يا أخي. قانون المصالحة راهو ماهوش في صالح أبنائك أنت وما هوش في صالح أنت كأمني. لماذا؟ لأنه هذوما باش يبيضوا الفاسدين باش يرجعون الفاسدين يزيدوا يحكمونا وانتم مهدين كما تشوف الوجوه هذه والشبيبه هذه متهدين.